قضى 22 عاماً في مستعمرة جزائية لارتكابه جرائم خطيرة في روسيا، وحين جاءت لحظة الإفراج عنه هرب في ظروف غامضة. كامولوجون كالونوف أدين لأول مرة بتهمة التخطيط لتنظيم إجرامي، وأطلق سراحه من السجن عام 1997، ثم أدين مرة أخرى عام 2001 بتهمة القتل المزدوج والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة، وسجن 22 عاماً. وبعد مرور تلك السنوات وفي يوم إطلاق سراح كالونوف بشروط، كانت المفاجأة أنه هرب من المستعمرة الواقعة بالقرب من مدينة إيركوتسك حوالي الساعة 4 صباحاً. المستعمرة التي اختفى منها كالونوف تعتبر منشأة مفتوحة، يمكن للمدانين فيها التحرك بحرية، وتستخدم لعزل السجناء عن بقية المواطنين في مجتمع المساجين، وتكون لها إدارة خاصة، وتمنح لهم إجازات مؤقتة قصيرة لأسباب عائلية أو طبية أو لأغراض أخرى، مع اتخاذ إجراءات أمان إضافية. إذا لم يعد أو لم يتم العثور عليه خلال 3 أيام من هروبه، فإن السجين يواجه عقوبة جنائية تصل إلى 4 سنوات في السجن.